الأمريكية. أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية، أكد على أهمية اتباع أعلى معايير السلامة المهنية وترسيخ ثقافة الصحة المهنية في مختلف القطاعات الإنتاجية لضمان بيئة عمل سليمة خالية من الحوادث والأمراض، مبينا في الوقت ذاته ضرورة المحافظة على حياة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية والمحورية في مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية. ولإيضاح أكثر حول تلك الجوانب المتعلقة بموضوع السلامة المهنية، معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الأنصاري، الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. مرحبا بك دكتور. بداية، هل لك أن تطلعنا على طبيعة الإجراءات التي تتبناها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال توفير السلامة المهنية؟ بداية أشكر تلفزيون البحرين على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي والهام. طبعا درجت وزارة العمل على اتخاذ سلسلة من الإجراءات، من أهمها الإجراءات التثقيفية للمنشآت البحرينية والعاملين في المنشآت. طبعا العاملين في المنشآت منهم المواطنين ومنهم الأجانب، فاتخذت وزارة العمل المحاضرات التعريفية وتعريف العاملين في القطاع الخاص بمختلف لغاتهم بمختلف جنسياتهم عبر اللقاءات المباشرة معهم، وأيضا عبر اللقاءات في تجمعاتهم في أنديتهم وفي سفاراتهم من أجل تثقيفهم بأهمية اتباع وسائل وأجهزة السلامة. من جانب آخر، أيضا وزارة العمل سعت إلى تدريب مكثف لضباط السلامة في هذه المنشآت، فمعظم المنشآت أو أستطيع أن أقول جميع المنشآت البحرينية المتوسطة والكبيرة الآن عندهم ضباط سلامة، وأكثر من 90% من هؤلاء ضباط السلامة هم من البحرينيين، كفاءات الوطنية البحرينية. هؤلاء كلهم حصلوا على تدريب عالي ومتميز ونوعي يؤهلهم إلى مراقبة هذه المنشآت وإنفاذ جميع وسائل السلامة فيها. من جانب آخر، أيضا قامت الوزارة بالمزيد من الإجراءات التدقيقية والتفتيشية على المنشآت، حيث أن مفتشين الوزارة المختصين المهندسين المختصين يقومون بشكل مستمر ودوري بالقيام بمجموعة من الحملات المتفرقة وعلى المنشآت الصناعية في البحرين أو المشاريع الإنشائية، وهذه طبعا ينتج عنها تقارير. هذه التقارير تذهب مباشرة إلى الشركات هذه واتخذ إجراءات السلامة الضرورية فيها. وإذا شفنا ملاحظات يستدعي حتى وقف العملية مؤقتا حتى تصحيح الإجراءات، تقوم وزارة العمل باتخاذ الإجراءات الفورية والسريعة. نعم دكتور، كيف تقيمون مدى التزام الشركات في توفير سبل الحماية الكافية للموارد البشرية العاملة لديها؟ بالطبع الثقافة والوعي ازداد بشكل كبير، لأن عملية السلامة كانت في السابق عملية يعني ترتكز فقط في المنشآت الكبيرة في البحرين. الآن الثقافة والوعي ازداد بشكل ملحوظ وبشكل كبير، خصوصا أيضا احنا يهمنا العامل الوطني والعامل الوافد. كانوا العاملين الوافدين اللي يجون من دول يعني ثقافة السلامة فيها قليلة، هذه كنا نواجه فيها مشكلة كبيرة. لذلك حاولنا ندخل في مجتمعاتهم، حاولنا نصل إلى اللغات متعددة، فاستعنا بسفاراتهم، استعنا بأنديتهم، استعنا بجمعياتهم الثقافية، وهذه كان له دور مهم وكبير من أجل أن يكون يعني وسائل السلامة وإجراءات السلامة في هذه الشركات إجراءات فاعلة. اليوم إذا بنقارن حوادث السلامة اليوم بعشر سنوات ماضية، بنشوف تدني واضح جدا في عدد الحوادث، بالمقارنة أيضا أن أعداد المشاريع ونوعية المشاريع وكثافة المشاريع تضاعفت عشرات المرات والعمال زادوا عشرات المرات، لكن من ناحية أخرى الحوادث قلت بكثير، والوعي ووسائل السلامة في المنشآت زادت بشكل ملحوظ، والكل يشوف اليوم
يعني وسائل السلامة في المنشآت هذه وسائل أساسية ورئيسية، والوزارة تدقق ممكن احنا نتجاوز عن أي إجراءات، وممكن نسهل أي إجراءات، ممكن إلا إجراءات السلامة هذه إجراءات يعني أساسية، لأننا نحافظ على أرواح ليس فقط العاملين، أيضا الناس الذين يمرون في المناطق هذه اللي فيها المشاريع الإنشائية. وهذه يعني الثقافة الكبيرة اللي يعني اتسعت اليوم في الأعمال الوطنية وفي أصحاب العمل، آتت أكلها وآتت ثمارها بشكل ملحوظ. نعم أكيد دكتور، احنا طبعا نشكر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على توفير هذه الإجراءات والقوانين. الدكتور محمد الأنصاري الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة التنمية العمل والتنمية الاجتماعية، شكرا لك.